السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أخوانا الكرام بقناة سمارتك. قدامكم الطابعة HP ليزر ملون موديل 175. الطابعة هذه فيه مشكلة بالاسحاب الورق، اللون هنا أعطيه مرتبة ما أسحب الورق. واليوم أنا جيت إن شاء الله أعمل فيديو هذه أشرك الطريقة كيف تزبط المشكلة هذه. شاهد الفيديو كامل. أيوة يا شباب، أنا جيت لوحة هذا الأزرار، لو أنا أروح الإعدادات والتقارير أتي أمر تبع حق مستلزمات الحبر. أنا أتيت أمر، وأنت لو تشوف هنا أنا أجيب الكاميرا هنا، لو تشوف تحت هذه رولر لف بس ما قدر أسحب الورق. ماشي، ورولر حاولت أسحب الورق بس ما براضي. في مشكلة بالرولر هذه رولر اسمها بيك اب رولر. اوكي، بشوف انا اضغط مرة ثانية اوكي عشان تشوف مرة ثانية. انا ضغطت الزر وبالشاشة مكتوب زود الاوراق، اوراق موجود. ماشي، انا اضغط اوكي اوراق موجود بس اي اسحب الورق. ماشي، خلي شوية الف ثانية عشان اشوف السحب. انا قدمت عملت المكبر شوية عشان اشوف انت البيك اب رولر هذه. والجارية التشغيل هو الحين شوف مرة ثانية الحين اضغط اوكي، لكن شوف ما اسحب الورق. هذا الرولر فيه مشكلة. اليوم انا اوريك طريقة كيف تزبط الرولر هذه. اشوف يا اخوان، هذا الرولر الطرف حقها اللي طالع برا هذه خربانة. لازم أول شيء هنا مع مفك السيدة إن هنا تجيب تحت شوية هذه عشان تطلع برا، لأنه هذا مكان ضيق ما يقدر يدخل يد كامل. مع المفك السيدة حط بالطرف أبيض، ضف شوية شوية، ضف لا تضف زيادة، بالراحة شوية ضف. هو ممكن يحرك شوية تحت عشان في فوق قفل موجود اتنين، هنا بقى فك القفل هذه. شوف شوف أنا زي كده الطريقة. اوكي خلاص، هذه شوف اليسار واحد صغير قفل هذه، وعندك اليمين قفل هذه. هذه اللي هنا بين اللي هنا اقدر اقدر اسحبها. ماشي، لا تضيف الزيادة عشان بعد ما خلصنا هنا ابغى ارجعها مرة ثانية تسوي تركيب. الحين مع مفك سيدة اللي قفل اليمين طلع برا شوية، وقفل اليسار برضو طلع برا شوية. اوكي، استخدم اثنين مفك سيدة احسن لك. انا الحين معي بالواحد يد في كاميرا عشان كده انا ما استخدم اثنين يد. لو عندك موجود اثنين مفك يكون افضل، دخل كله اثنين يد شوية داخل مع مفك سيدة وتسحبها كله اثنين، هذا يمين ويسار كله برا، وهو اطلع برا على طول ما في حساب. مرة بسيط هذه، خلي ركز شوية انت بالقفل هذه. الحين شوف مرة تانية، أنا أحاول لأنه أنا مع يد واحد صعب شوية. أضغط يمين هذه وخلاص، هو الحين قريب التالي. خلاص شوف هذا يجي برا. ماشي، أسحبها برا وبعدين نحنا أزبط البيك اب رولر هذه. خلي أتي شوية حركة مع المفك هذه. ماشي، شوف هذا تيجي مرة الحين. هذا اللي بيك اب رولر. انا بشوف حتى هنا ورقة، شوف هذه الطرف اللي فوق مرة ناعم عشان كثير استخدام صعب ما يقدر اسحب الورق. ماشي، مرة ناعم استخدام كثير عشان كده بيجي المشكلة هذه. لو عندك في جديد تقدر تحط الجديد، بس انا بوريك طريقة الحين كيف تظبطها. نفس الرولر هذه، شوف الطرف اللي اخر تحت هذه لسه جديد ما استخدمها مرة، كأنه جديد هذه. شوف الطرف هذه اللي كان تحت ما مستخدمت نهائي. زين، هذه الطرف ان احنا اجيب لك الامام الرول. اوكي، خليه مع انا بلف الحين كاميرا وانت انا بوريك كيف تطلع الربر برا وكيف تحت مرة ثانية. شوف الحين هنا مع مفك سيدة دخلها شوية داخل، طلع هذا البربرة.
اوكي طري بالراحة لا تكسرها. زين الطرف هذه كان خربانة، الطرف الثاني اللي كان ورا ان هنا نجيب الحين امام. اوكي لا تنسى الخطوة هذه، اللي طرف كان اول تحت جيبها فوق، ممتاز، وبعدين اللي كان فوق الطرف دخلها تحت، لانه بالطرف الرولر من طرف واحد لسه جديد ما استخدمته مرة. تمام هذه اللي طريقة هو، و الحين نظفها شوية مع القماش لو شيء عندك موجود، لأنه لو في تراب شيء بسيطة نظفها. أوكي بعد ما تسوي كذا هنا الحين ايش سوي؟ نظف شوية و أنا ما معي القماش الحين. الحين هذا اللي طريقة كيف ركبها مكان ضيق، وكيف تدخلها هي الداخل. دخلها رولر بالاثنين الفينجرز، ايش يسمونه بالعربي، ما في مهلهم فينجرز، زي طريقة هذه تضفها شوية. انتبه بس الاثنين هذا القفل، في واحد كبير وواحد صغير، اللي كبير هذا الدائري هذا يجي طرف تحت، واللي صغير ها مرة مايكرو صغير هذا يجي فوق. لو انت حتى عكس ممكن ما يركب. زين دخلها باليد كده، ودخلها يد داخل الين توصل المكان حق البيك اب، وضف شوية مع اليد، ضف ضغط بسيطة، ضغط بسيط وهو يركب من نفسه. شوف هذا راكب الحين، ماشي الحين كده. هذا هو طريقة اللي ندخل هنا أوراق مرة تاني، ونحاول أعطيه أمر تبعه وأشوف هل هو أسحب ولا ما أسحب. أوكي هذا الطريقة، لازم انتبه بعد ما تركبها راكب كويس، لو أنت ما ركبته كويس ممكن راح يعلق داخل. زين عشان تأكدها مرة واحدة، لا تخلي من طرف يمين أو طرف يسار كن طالع برا، هذا أنت لازم انتبه يا إخوان. ماشي واكي هو طريقة استخدام هذه الشغل، هذه بسيط جدا. ماشي مع اليد هذه دخلها وخلاص. الحين أنا دخل الأوراق وشوفت هي مرتبعة، دخلت أوراق. الحين أنا أروح الإعدادات مرة تاني عشان أتبع تقرير حق المستلزمات. روح الريبورتس و سبلاي ستاتس، هذا سبلاي ستاتس يعني تبع تقرير المستلزمات. ماشي الحين نتيجة أمر، شوف الحين هو أسحبت أول محاولة، هو سحبت يعني ما في أي إشكالية. أوكي الحين هو الآلي أم جارية تنفيذ الأمر، هذا اللي سحبت الورق وطلع هذه من فوق. هذه أنا تبت صفحة اختبار وما في أي خطأ على طول، ما شاء الله تبعت على طول وما في أي إشكالية بالسحب الورق. طريقة سهل جدا يا اخوان، اي تابع اتش بي ليزر ملونة واسود نفس الطريقة انت المفروض تستخدمها وتظبط تابع في البيت بدل ما تروح المحلات. لو في شي سؤال اسألني بالكومنت انا اعطي جواب ان شاء الله. الا بالتوفيق ومع السلامة.